قناة إيه. النهاردة هنعمل الأرانب بالليمون والمستردة، ودي طريقة جديدة كده لتحضير الأرانب، لذيذة قوي قوي ومميزة. أي حد بيحب الأرانب بالطريقة التقليدية بتاعتها هيحب دي كمان، وهيحبها يمكن أكتر كمان من الطريقة اللي احنا متعودين عليها. ومش وسهلة جدا، مش بتاخد خطوات كتير. هنحضر كل حاجة مع بعض ني في ني، وبعدين هندخلها تستوي على بعضها في الفرن، ومفيش أسهل من كده. هنبتدي نجهز التتبيلة بتاعتنا. عندي نص كوباية مية، أحط عليهم ربع كوباية زيت، وثلاث معالق كبار مستردة، وملح، وفلفل أسود، روزماري، روزماري مجفف، وزعتر جاف، فلفل أسود حصى، وقرنفل حصى، وحبهان حصى، وكمان ينسون نجمة، هقلب بقى كل التوابل دي مع بعض كده واخلطها مع السوائل اللي حطيناها. عندي أرنب متنضف ومغسول كويس ومتقطع على 8 قطع، هبتدي إن أنا آخد منه حتة حتة كده، أحطها وأقلبها كويس في التتبيلة، وأحطها كده في مكان الصينية. أكمل القطع كلها بنفس الشكل. بعدين اجيب بصل صغير متقشر ومفتوح كده في حتة بالسكينة، او ممكن استخدم بصل قوارمة صغير برضو، وهحطه كده في الصينية برضو. هوزعه كل البصلاية في حتة، وفصوص ثوم سليمة، هحتاج حوالي 10 فصوص ثوم. هوزعهم كده برضو في الصينية، الثوم السليم ده مع الأرانب بيبقى طعمه خرافي. هبتدي أرص شرايح ليمون فوق قطع الأرنب كده نفسها، فوق كل قطعة أرص شرايح ليمون. وورق لورا، ابتدي اوزع كده ورق لورا في الصينية.
وهغطي صينية بفويل وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 أو 40 دقيقة لغاية بس ما الأرانب تستوي. بعدين هشيل من عليها الفويل وهضيف لها رشة زبيب. السكر اللي في الزبيب مع مزازة الليمون والمستردة بيعملوا خليط حلو قوي مع بعض في النكهات، بيبقى مزيج تحفة. بعدين هرجعها الفرن تاني على الشواية بس لغاية ما أحمر وش الأرانب كده والليمون زي ما احنا شايفين، والزبيب كمان يبتدي جزء منه كده ياخد لون، فده بيخليه يبقى مقرمش كده وفي نفس الوقت معسل أكتر. الوصفة دي أتمنى إن كل حد بيحب الأرانب إنه يجربها، وتقولولي رأيكم في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير وكومنت، وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة.